السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا اشغال تاع الازدواجيه تاع الطريق اللي يربط مدينه بخادم باتجاه مدينه السحاوله، وهذا الجزء هذا اللي زاره والي ولايه الجزائر في يعني نهايه الاسبوع هذا. اذا فيه اشغال تاع الازدواجيه كما نشاهد هذا الخط هذا، وكذلك في اشغال محول كبير فوق طريق السيار تاع جنوب بخادم. اذا في هنا اشغال تاع محول كبير، ثم في اشغال تاع الازدواجيه تاع الطريق هذا هنايا اللي باتجاه بلديه سحاوله. اذا نشوف هنا رياليزاسيون دي زيشونجور سحاوله بخادم افيك اميناجمون دي زاكسي. اذا هذا هو ربط منطقة سحاولة بمنطقة بير خادم مع ازدواجية الطريق، وكذلك تهيئة المسالك والمداخل والمخارج تاع الطريق هذا. في العملية تدخل في إطار الهيكلة نتاع الريزو روتي نتاع ولاية الجزائر العاصمة، واللي راهي يعني الأشغال في عدة مقاطع في كل بلدية تاع ولاية الجزائر العاصمة. إذا نخليكم تتابعوا صور نتاع بعض الجوانب تاع الأشغال هذه اللي زارها والي ولاية الجزائر العاصمة في بحر الأسبوع هذا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هادو راه غادي يكونوا لي فوق المال جاي باش يحطو